من هو أفضل لاعب في العالم المتواجد في السعودية؟ بحسب صحيفة سبق السعودية أن صحيفة إندكس الكرواتية اعتبرت أن اللاعب عمر السومة هو الأفضل في العالم، مشيرة إلى معدله التهديفي الذي تفوق به على الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقالت الصحيفة في تقرير عن اللاعب السوري المحترف في صفوف الأهلي وصاحب لقب هداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الأخيرة، اللاعب طوله 194 سنتيمتر ويلعب بقدميه الاثنتين ويسجل بهما، بالإضافة لإجادته التهديف بالرأس، وهو بارع بتسديد الركلات الحرة، وسجل مع فريقه الحالي 113 هدفا في 110 مباريات. وقالت الصحيفة من سوء حظ اللاعب أنه لا يلعب في دوري عالمي، وإلا كانت قمصانه مرتدا للأطفال والشباب حول العالم. وأردفت الصحيفة اللاعب الذي يسجل بمعدل هدف في كل مباراة هو هداف الدوري السعودي، بالتأكيد يستحق أن يكون الأفضل وأرقامه تثبت ذلك. وأيضا جدير بالذكر وأنه بحسب موقع ترانسفير ماركت، الموقع العالمي المهتم بسوق الانتقالات، فإن سعر اللاعب المنتمي للأهلي يقترب من 5 ملايين يورو كأغلى لاعب متواجد في الدوري السعودي.